هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى انها تنال اعجابكم، ونخليكم نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده. غادي نبداو على بركه الله بمكونات الطبقه الاولى اللي غادي نحتاج فيها. غادي نعبر دائما بكاس الانبه، عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سكر سنيده او سكر الخشن، نص كاس ديال الحليب، جوج بيضات، كاس وربع ديال الطعيق اولا كاس ونص على حسب الخليط ديالنا. غادي نحتاج كذلك كاكاو المر 7 غرام، فاني، وخمارة فيها 8 غرام. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الطبقه الاولى. ندوزو لطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. هنا خديت الاناء فاش غادي نخلط الخليط ديالي. غادي نهرس جوج ديال البيضات. بسم الله، دائما الكيكه باش تصدع لكم دائما المكونات يكونوا بحراره المطبخ. غادي نزيد قبيصه ديال الملحه، فاني، نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. صافي الخليط ديالي كيولي على هذا الشكل، كيف كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالو، وفي نفس الوقت اللون ديالو كيتبدل كيولي ابيض. غادي نضيف الزيت. بسم الله، والحليب نص كاس نص كاس. غادي نعاود نخلط كلشي مزيان، ودابا غادي نضيف الكاكاو وخمارة. غادي نضيفهم هنا. غادي نضيف خمارة حتى هي فيها 8 غرام. عندي اصلا مغربل. دابا غادي نبدا نضيف الخليط ديالي وفي نفس الوقت كنخلط. بسم الله، انا هنا درت كاس ونص ديال الدقيق. صافي كي كتشوفوا معايا الخليط ديالي كيولي على هذا الشكل. دابا خديت هذا المول هذا اللي عندي صغير من الحجم صغير، فيه 21 سنتيم على 21. غادي ندير نخوي الخليط من بعد ما نتاكد انه مخلط مزيان. غادي نخويه في المول ديالي. بسم الله، صافي غادي ندير الكيكه ديالي طيب ونرجع معكم باش نكملوا الطبقه الثانيه ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا خليت الكيكه ديالي فاش طابت خليتها حتى بردات مزيان. غادي ناخذ بحال هكا وغادي نطعبها باش ندير السيرو اللي حضرته من نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر باش نسقى الكيكه ديالنا تكون رطبه. غادي نطعبها كامله. وغادي نسقي الكيكه. بسم الله، فاش كنسقيها كنخليها مره اخرى تبرد عاد ندير الطبقه الثانيه.
هادشي الا درت الطبقه الثانيه دابا والكيكه مازال سخونه بهذا السيرو غادي تذوب لينا هذاك الكريمه اللي غادي نضيفه. كيف كتشوفوا دابا ضفت الماء اولا السيرو، غادي نخلي الكيكه ديالنا حتى كتشرب وتبرد ونرجع معكم. دابا بالنسبه للطبقه الثانيه غادي ندير لاموس ديال الشوكولات، ممكن ديروا ديال الفاني، وغادي ندير كاس ديال الحليب يكون بارد، غادي نديرو في الاناء اللي غادي نطلع فيه الكريمه. بسم الله. غادي نزيد لاموس ديال الشوكولات، صافي غادي نطلع الكريمه ديالي ونرجع معكم. صافي الكريمه ديالنا بعد ما طلعت كتولي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، كنتاكد انها مخلطه مزيان، دائما كندورو في نفس الاتجاه. غادي ناخذ الكيكه ديالي بعد ما بردات وشربات هذاك السيرو كامل كيف كتشوفوا، غادي نحط فوقها الكريمه. بسم الله. غادي نخلي واحد شويه واحد الطبقه باش ندير هذيك الطبقه ديال الشوكولاته. ممكن ديروا مول كبر من هذا شويه الا بغيتوا. دابا غادي نقاد هذه الطبقه مزيان، غادي نقعد هاد الجناب شويه كيف كتشوفوا، انا بغيت واحد الطبقه رقيقه ديال الشوكولات اللي غادي ندير ان شاء الله بحال هكا كيف تتشوفوا. دابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد شويه على ما نوجد الطبقه الثالثه والاخيره. دابا غادي ندوز نكمل الكيكه ديالنا من بعد ما حضرت. هنا عندي شويه ديال اللوز ايفيلي، عفوا اللوز مهرمش اللي حمرته وخليته حتى برد كيف كتشوفوا. وهنا عندي ياغورت مسوس، ممكن تعوضوه بنص كاس ديال اجدا السائله، وغادي نخلطو مع 100 غرام ديال الشوكولات كحل. غادي نديرهم فوق البوطه على نار مهيله حتى كيذوب الشوكولات. انا درتها دابا فوق البوطه على نار مهيله وكنبقى نحرك حتى كيذوب الشوكولات كيف كتشوفوا. صافي دابا مازال ما داب الشوكولات 100%، ولكن الياغورت ديالنا راه سخن، غادي نطفيه ونخليه يذوب غير في هذيك السخونيه. دابا غادي نضيف اللوز مهرمش، ممكن ديروا كاوكاو ممكن ما ديروا حتى شي حاجه، هذه غير كاضافه كتجي ديك القرمشه زوينه في الشوكولات. غادي نحرك ونخليه شويه يدفى. غير يدفى غير شويه وغادي نخويه فوق الكريمه. الكريمه ديالنا اللي درتها كتبرد في المجمد، غادي نخويه من الفوق كيف كتشوفوا. بسم الله. غادي نحاول نوزعو بشكل متساوي غير بشويه باش الكريمه ما تطلعش لينا الفوق. دابا ما غاديش نرجعها للمجمد، انا درتها في المجمد غير باش فاش نخوي هاد الشوكولاط يكون دافي ما يذوبش لينا الكريمه، هذا هو الهدف من المجمد. اما دابا غادي نديرها في الثلاجه عادي حتى كيبرد لينا غير الشوكولاط وصافي وشد راسو شويه
وديك الساعة كنقدموها بالصحة والراحة. دابا كيف كتشوفوا معنا هذا هو الشكل ديالها، غادي نديرها في الثلاجه ونطلعوا ان شاء الله بعد ما تبرد. صافي الحلوه ديالنا بعد ما بردات وشدات راسها، يعني الشكلاط تولي شاد راسه شويه كيف كتشوفوا. غادي نوريكم كيف كتجي، غادي نوريكم جوج ديال الطبقات والثالثه ديال الشكلاط. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها، كنتمنى انها تنال اعجابكم ونخليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.